يقول: هناك بعض طلبة العلم يقول إن عابد القبر الجاهل نسميه مشرك في الدنيا، وله أحكام الكفار المشركين من عدم الصلاة عليه وعدم التوريث من أبنائه إلى آخره، أما في الآخرة فأمره إلى الله، هل تفصيله هذا صحيح؟ إحنا ما نتدخل بالآخرة، إحنا نعامله في الدنيا، نجري عليه أحكام المشركين وهذا اللي كلفنا به، أما أمور الآخرة ما نتدخل فيها. نعم.